اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أقوال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أما لك أما أخ لك في الدين أو نظير بالخلق. ومن حكمة سيد البلغاء أمير المؤمنين اليوم نهدي ثواب عملنا وتوزيع خيرات اللي وصلتنا عن روح المغفور إلى المواطن العراقي من الديانة المسيحية رامسين عمّا نوئيل، وصلتنا عن ثواب روحه إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قبره روضة من رياض الجنة عن طريق والده وعن طريق الحاج المحترم حج شاكر. عمي جزاك الله خيرا، الله يسلمك، الله يوفقك إن شاء الله. بارك الله فيك. هاي الخيرات وصلتنا عن روح المرحوم رامسين رحمة الله على روحه إن شاء الله، راح توزع للفقراء والأيتام والمتعفين. هذا المكان الثاني إن شاء الله هو للتوزيع، وزعنا مسبقا بحي الحسين وإحنا في نهاوند إن شاء الله. خيرات يعني إن شاء الله تكون هي سبب سعادة على عوائلنا، على المتعففين، على الفقراء، على المستضعفين. 100 سلة غذائية متكاملة من 12 نوع من المواد الغذائية اللي ما وفرتها الحكومة، وفرتها أهل الخير، وفراها الحجي جزاه الله خير والد المرحوم رامسير عمانوئيل عن طريق الحجي عمو أبو شاكر جزاه الله خير، أبو زينب وصلها لنا الحمد لله والشكر. وإن شاء الله توزع الفقراء المستضعفين. عمو أبو زينب الحاج شاكر جزاه الله خيرا هو اللي وصلها، وعن طريق والد المتوفي رحمة الله على روحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذوي الصبر والسلوان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيع إلى والديه. لا تنسونا بدعاء في كلمة طيبة. في أمان الله.